طب تعالوا ندخل بقى على التيكت نفسها ونشوف هنتعامل معاها ازاي. انا كنت زمان لما بفتح اي سوفت وير او اي ويب سايت والاقي الدنيا زحمه كده ومليانه باتونز وكنترولز، كنت بقول هما بيعملوا في الناس كده ليه؟ يعني كان الموضوع ممكن يبقى ابسط من كده واحسن، ولكني مع الوقت اكتشفت ان لما الدنيا بتبقى زحمه كده ده لمصلحتك اولا، لان ده بيمكنك ان انت تعمل اكتر من حاجة من نفس المكان اللي انت واقف فيه. يعني لان احنا شغلتنا ان احنا بناخد الداتا بنعمل عليها بروسيسنج معين عشان ناخد منها اوتبوت، فهنا لما يكون الدنيا زحمة يعني معنى كده ان انت تقدر تعمل حاجات كتير مش ان انت تنزعج، ولو كان اول لما هتبص على المنظر ده هيبقى شكل مزعج شوية انا متأكد. تعالوا نبسطه مع بعض ونقول هو ايه حتة حتة، ونشوف لما بعد ما تعرف معنى كل حاجة وكل حاجة شغلتها ايه معايا هل الموضوع هيبقى برضه ممل او يعني مزعج ولا لا. اول تاب فتح معايا هما دول نفس التيكتس بتوعي اللي موجودين هنا، اللي حصل بس ان هما جم على الشمال والتيكت اتفتحت على اليمين. تمام، هنا لو انا عملت سيلكت على اي من التيكتس دول هلاقي نفس اللي بيحصل معايا هنا. انا لو عملت سيلكت على اي تيكت من التيكتس دول هتلاقي ان انا ممكن اعملها اساين لحد او اعملها ابديت او اميرج تو تيكتس مع بعض او اعمل كلوز للتيكت امسحها اخليها سبام اعمل عليها ماكو اللي يعني هنحطها على جنب شويه دلوقتي ابديت ريزولوشن. هنشوف يعني ايه ريزولوشن دلوقتي. يمكن التو تابس دول احنا مش هنستخدمهم قوي. تعالوا نرجع تاني للمكان اللي احنا كنا واقفين فيه. طيب لو احنا عايزين نقول لا الدنيا برضه كده مضايقة عينيا في زحمة، هتلاقي هنا البين ده بيتهيألي كتير منكم خدوا بالهم منه دلوقتي. لو عملت ان بين خلاص القصة كده اختفت. لو وقفت هنا بس هلاقي البانل ظهر معايا وممكن اعمل له بين مرة تانية وممكن اخلي القصة تبقى كده. طيب تعالوا بقى ندخل على التيكت نفسها، الكونفرسيشن او البودي بتاع التيكت اللي اتبعت لي من الايميل هو ده، وادي التايتل بتاع الايميل وادي الكلاينت او الكاستمر لان هنا مسمينهم كاستمرز، يبقى ادي هنا الكاستمر اللي باعت التيكت ده وادي اتبعتت الساعه كام. وهنا لو انا هبدا افتح التايمر عشان يسجل انا قعدت قد ايه جوه التيكت دي عشان احلها، وده بيبقى مفيد جدا لو النظام اللي انت شغال عليه ان انت شغال بالساعات العمل مش شغال فول تايم او بار تايم. يعني التاب المهم جدا بعد كده هو تاب الهيستوري اللي انت مش شايفه ابدا بعد تاب الكونفرسيشن اللي احنا اتكلمنا عليه ده. لو جيت هنا هتلاقيه في تاب اسمه هيستوري. التاب الهيستوري ده هو اللي بيلوج كل حاجه حصلت على التيكت من اول ما اتعملها كريت لغايه اللحظه اللي انت واقف عليها دلوقتي. فاذا هو بيسجل الايجنتس اكتيفيتيز، ده لو هما بيبعتوا ريبلاي او لو هما بيعملوا ايديت، ده بيسجل برضه الكاستمر اكتيفيتيز، اي ريسبوند هو بيبعته على التيكت بيتسجل، او حتى الكرييشن زي ما احنا شايفين بتاع التيكت متسجل اللي هو اتعمل بواسطه الكاستمر نفسه، حتى الاوتوميتد اكشنز اللي بتتم على التيكت بتتسجل هنا. فانت بتشوف من اول ما الداتا دخلت على السيستم لغايه ما انت واقف عليها دلوقتي ايه اللي حصل فيها، ايه البروسيسنج اللي حصل عليها بالتفصيل. ومثلا لو انا خلصت دلوقتي شغل على التيكت ممكن ادوس على كلوز، بس خلينا سايبينها مفتوحه لغايه ما فعلا نقفل التيكت. تاني تاب معايا وهو اللي اختفى مننا برضه هو الابروفل. احتمال يكون الاكشن اللي المفروض يتاخد عشان التيكت دي تتقفل وتتحل مش في صلاحياتي. يعني لو حد عايز يعمل ريفاند للابلكيشن معين هو دفع ثمنه او عايز يعمل اي بروسيس ما هياش في سلطتي ان انا اديله ليها حل مباشر، فممكن ان انا بعمل سبميت عشان اخد ابروفل على الاكشن اللي انا عايز اعمله او اللي انا شايف ان هو هيبقى هو الحل. هنا بكتب الشخص اللي هي ابروف او التيم اللي المفروض يابروف على الكلام اللي انا هكتبه هنا ده، واكتب السبجكت واكتب الديسكريبشن واقول سبميت فور ابروفل. التاب بقى بتاع الريزولوشن، وانا شايف ان ده من اهم التابس الموجودة قدامي دلوقتي ومن اكتر حاجة بتفرق ما بين الشغل على الانبوكس بتاع اي ايميل والشغل هنا، لان هو ده اللي بيزق الشغل لقدام فعلا. لان انا لما بخلص التيكت واكتب الريزولوشن بتاعها
ممكن اشير الريزولوشن ده على النوليدج بيز بتاعت السيستم، ويبدا اكتر من ايجنت يستفيد بالكلام اللي انا كاتبه، ولما انا حتى هكتبه هبدا انا ممكن استعين بيه مره تانية في حل تيكت ليها حاله مشابهه لحاله التيكت الحاليه اللي انا بكتب ليها الريزولوشن. فبكل بساطه هو الريزولوشن هيتكتب كده، وهنا بقول سيف اند اد ارتكل، وممكن اقول سيف ده البطن اللي هيسيف الكلام ده وهياد الكلام اللي مكتوب هنا للنولج بيز. بعد كده عندي الاكتيفيتي، الاكتيفيتي ده هو اللي بيخليني بقى يعني ابدا اخد اكشن على التيكت دي، يعني سواء كان انا عايز اساين تاسك مرتبطه بهذه التيكت او كول او اي حاجه من الحاجات دي. تعال نشوف، لو قلنا اد اكتيفيتي ممكن كول او تاسك او ايفنت، ولو كان كده تعال نقول اد تاسك كده، هلاقي هنا الموضوع سهل قوي، بحط السبجكت والديت والاونر الستاتس بتاعتها الحاليه، والتاسك دي مش بتخلص الا لما بتاخد الستاتس بتاعتها بتبقى كومبليتد. اول لما تبقى كومبليتد معناها كده ان هي فعلا انتهت. وهنا ممكن اسيت ريمايندرز للتيكت دي. الحاجات دي على فكرة ممكن نقعد نقولها دلوقتي ونقعد نتكلم عليها، ولكن انت مش هتحس بيها الا لما تستخدمها، ولكن مش لازم تستخدمها كتير. انت من اول ما تستخدمها مرة واحدة بس هتلاقي نفسك بعد كده حابب ان انت تشتغل معاها على طول، وفاهم هي بتقول ايه وانا ممكن استفيد بيها ازاي. ففي السيناريوهات الحقيقية لو احنا عملنا سيميوليشن للتيكتس فعلا زي اللي بتجيلنا اللي بتخش عندنا على السيستم، ابتدينا نجهز شوية تيكتس كده وندخلهم على السيستم ونتعامل معاهم زي ما بنتعامل مع التيكتس بالشكل الحالي، ولكن من خلال السيستم بتاع زوهو ديسك. فهنبدأ نشوف بقى هنا الحاجات الزيادة اللي ممكن استفيد بيها على السيستم. لو رجعت هنا للتيكت تاني هلاقي attachments، attachments دي الفايلز اللي هتبقى اتاتشت بالتيكت. هنا التايم انتري بقى بلوج في الوقت اللي انا قضيته على التيكت دي، يعني انا خدت وقت عامل ازاي عشان يبدا شيء. زي ما انتم شايفين اللي حصل اول لما دوست ستوب، عملت لوج للاكشن اللي انا دوست فيها ستوب، مع اني لسه فاتح التيكت فخلاص هي لسه شغاله، بس عند البوينت دي انا عملت لوج، سواء ان انا عملت تاسك مثلا لحد معين او ان انا خدت اي اكشن عايز الوج الاكشن ده في اللحظة الفلانية اللي انا واقف عندها. وزي ما انت شايف هو بيحسب البرايس كمان بيزد على السيت اب بقى اللي معمول، الساعة بكام، ان انا باخد كام في الساعة، والقصة دي كلها. لو انا عايز اوقف التايم ده بقى مش بدوس على الستوب دي، بدوس على بوز، بوز بيبدأ. هو في عنده مشكلة بيقول لي فيلد. طيب احنا ممكن وبكده نكون خلصنا كل التابس اللي موجودة مع التيكت. والشاشة دي كده مش باقي فيها حاجة نستخدمها الا الثري دوتس دول اللي بيمكنوني برضو ان انا باخد اكشن على التيكت زي ما هو مكتوب. بتهيألي واضح، مش محتاجين نقول الكلام ده معناه ايه. يمكن الجديدة شوية بالنسبة لنا اللي هي هتبقى موف، والموف دي ان انا بنقل التيكت من ديبارتمنت الى ديبارتمنت تاني. يعني انا وقفت دلوقتي جوه ديبارتمنت ايه، ممكن اودي التيكت بعد ما انا خدت عليها اكشن وجالي ريسبوند، لقيت الكلاينت او الكاستمر ابتدى يخش في موضوع تاني ملوش علاقه بالديبارتمنت بتاعي، فببدا اعمل لها موف للديبارتمنت التانيه اللي ليها علاقه بيها. وهنا الماركت بليس في بعضها مجاني وفي بعضها بيبقى بفلوس. لو شفت في البرايس هنا في فري وفي بيد، فممكن تشوف كمان الكاتيجوريز الموجودة هنا او التاجز، اسف، في مجموعة كبيرة جدا من الاكستنشنز. واي بطن هنا زي ما انت شفت، بص يعني احنا لو بنفتح ده هو نفس البطن اللي بيفتح هو اللي بيقفل. يعني لو خدت بالك من الموضوع ده، الموضوع ده ماشي معاك في السيستم كله، ما
هو دي ميزة من مميزات زوهو، ان هو لو انا اتعلمت استخدام الحاجة في مكان هلاقي الموضوع consistent، هلاقي نفس التول موجودة في نفس المكان بتشتغل بنفس الاسلوب في حتة تانية او في بيج تانية في موديول تاني. كل الحاجات دي هتاخد بالك منها مع الوقت واستخدام السيستم. طيب احنا بقى الفيديو اللي جاي هنتكلم على البانل دي ونشوف استخدامها ومهمتها بالنسبة لي ان هي تعمل ايه.